إيميلي بوسكون ماشي معروفة في التاريخ الرسمي الجزائري، صح كانت رفيقة ميصالي الحاج وناضلت طول حياتها لاستقلال الجزائر. انزادت عام 1901 بشمال فرنسا في منطقة الطبقة العاملة. باباها كان خدام في اليوزين وعضو من نقابة العمال الراديكاليين. إيميلي تأثرت بزاف بأفكار باباها، وكي كبرت راحت لباغي باش تلقى خدمة. التما في 1923 جارتها عرفتها بالجزائري ليميغري اللي كان هو تاني حوس على خدمة. هذا الراجل كان ميصالي الحاج. بدأت بيناتهم قصة حب طويلة اللي دامت كل حياتهم. إيميلي بوسكون وميصالي الحاج ولاو يدوروا مع الأواسط السياسية الشيوعية، وين تعرفوا بعدة جزائريين واحد أخرين. وهكذا شاركت إيميلي في تأسيس حزب نجم الشمال إفريقيا في 1926 اللي نادى للاستقلال الجزائر. وفي 1927 عاونت ميصالي باش يكتب أول خطاب سياسي اللي داروا في بلجيكا ضد الاستعمار الفرنسي. والمؤرخ بنجامين ستوغا يقول بلي أعضاء الحزب طالبوا إيميلي بوسكون تخيط لهم أول علم جزائري. في 1936 رحلوا للزوج للجزائر، وميصالي أسس البيبيا حزب الشعب الجزائري. إيميلي بوسكون شاركت في عدة مسيرات، كونت الشباب للسياسة ودفعت على ميصالي اللي كان مسجون. كانت تزوره في الحبس كل يوم مع أولادهم الزوج، وتلحق أوامره للمجاهدين وتنشر جريدة الأمة في غيابه، وقعدت هكا بجانب ميصالي طول كفاحه للاستقلال. بالصح في 1952 ميصالي تسجن في فرنسا. من هذاك اليوم ما زاد شاف الجزائر ولا إيميلي، اللي ماتت عام من بعد في أكتوبر 1953. في البرية الأخرى ديالها كانت تقول ميصالي: هاد الشعب ما راهوش راح يموت رغم كل وش عانى. الاستعمار عار كبير تاع فرنسا، وحتى واحد ما راح ينساه. مانيش حابة نموت قبل ما نشوف استقلال الجزائر، ما على باليش وقتاش راح يجي هذا الفرح، بصح راني متأكدة لي راهو جاي.